الحمد لله رب العالمين. سيدي النعيمي الرفاعي الحسيني الهاشمي الصوفي. سيدي يعني احنا كل يوم قاعد نمسك اسم من اسماء الله الحسنى ونطلع فيه نصعد بذكر الله والملائكة تشهد لنا الى يوم يبعثون. فماذا تقول في مجالسك؟ انا الوالد سيدي يوسف هاشم سي احمد الرفاعي وزناب شيخ الطريقة الرفاعية الصوفية وغيره كانوا الملائكة والارض والسماء تستشهد لهم بمجالسهم الروحانية الصوفية وغيرها ومجالس أجدادكم بلغنا عنها. المجالس كانت على من أحسن يكون المجالس وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى. صح. أول شيء نبدأ بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وذاته وصفاته وجميع الأنبياء. نسيب السيد عبد القادر السيد عبد الله سعد الرفاعي. كان مجالس وأنا حضرت للسيد يوسف الله يرحمه. آمين آمين. مجالس كثيرة من عندنا. فكان من أحسن المجالس في ذكر الله سبحانه وتعالى. صح. وكان في على القلب يعني على المحبة وكان الناس متواجدين فيهم ذكر الله دائما. يا متجلي ارحم ذلي يا متعالي ارحم حالي متجلي. سيد الحين مجالس الذكر بشرنا وين اللي في موجودة حاليا في دولة الكويت الحبيبة؟ في عندكم في المنصورية؟ لا احنا نبي نشعر ذكر الله في السر والخفاء. قول يا رب اجدادكم وين كانت مجالسهم سيدي؟ مجالسهم كانت وين سيد عامر؟ بكل مكان. بالرمادي ولا بالدير ولا مشكل؟ مشكل ما طيب كل مكان موجود. الحين من الشيخ آل نعيم؟ انا الشيخ آل نعيم. لا نعم في دولة الكويت. نعم. الاسم الكامل سيدي؟ السيد الشيخ مجيد من الشيخ سيد عجرش البيوط نعيم. نعم الله. وفي جمهورية العراق الشيخ العراق ابن عمي السيد الشيخ أحمد رشيد جاسم النعيم. وفي سوريا؟ سوريا الطحان معروفين. مين هو؟ محمد الطحان عبد الله الطحان. الأردن مملكة الأردنية هاشمية. الأردن هم في موجودين هناك مساعد النعيم بعد هم فيهم الطحان بعد هم موجودين هناك. زين المحامي بكر النعيم يلتقي وياكم بيجد؟ السيد أحمد الرفاعي. لا زين الحيالية والبعثاوية وين تقول معنا معكم السادة؟ شوف الحيالية السادة حسنيين. لا مثل الأدارة يسوي المشيشي. زين سيد بماذا تنصح الناس يعني انتو كانوا في شهر رمضان المبارك يعني؟ أنا بذكر الله تطمئن الغلوب. صح صح محمد. أنا بذكر الله تطمئن الغلوب والتواضع والاحترام والتقدير وهذا فرصة. زين انت سيد عندك إجازة بقراءة على الناس تقرأ على الناس؟ عندي إجازة وأنا عمري تقريبا 15 سنة من الوالد الله يرحمه السيد عبد الرش. الله. وين كان منازلهم؟ والله الجهرة. لا والنعم في دولة الكويت العربية. زين شنو أول لقاء التقيت فيه مع أبو يعقوب الرفاعي؟ الله يرحمه أول لقاء لقيت فيه هو المولد النبوي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. كان صادف 2005 من سوريا. شنو نصحك؟ لا سيد يوسف صراحة هو القعدة معاه كلها نصايح. الله. من مجرد ما تشوفه كلها نصايح وطيب وأخلاق. أجازك بشيء؟ من سيد كنا احنا انا وسيد يوسف بالعكس كان الولد الاخوه و... اترك الدنيا يا سيد بسكم من اعطينا اغراضنا بناخذهم منه نستلم خلك صوفي ف احنا نبي ذكراهم العطره وانتم تدوروا لي شو اسمه ضرب الخمس. بالنسبه لسيد يوسف الله يرحمه شكرا سيدي. يعني صراحه صعب تتكلم فيه لان شاهدت فيه مجروحه الحين. زين منو من اجدادكم اللي كان علاقه قويه وياه؟ أجداده كله نعرف شوف معاه كمعاه أجداده والله يعني تعكاك كصيغة سن والله ما كان عمي. أبو المحامي بكر النعيمي وحج علي اللي بالصباحية إيه ممكن. منو في غيركم أنتوا والمحامي بكر النعيمي؟ منو سيد بن النعيمية في دولة الكويت؟ فنأرخهم في دولة الكويت؟ إي والله دار الصباح هنروح ونرجع زين يلا يا رجل بس اكمل هالسقايه والله فعلا. منو منو اللي بقى ترى بيسكرون والله. شوف ساد العيم من صغيرهم وكبيرهم حنا الماسكين ساد العيم البيوض. ليه وين تصلون مع الرفاعيه سيدي؟ جدا سيد احمد الكبير بالعالمين احمد الرفاعي قدس الله. اي قدس الله ما تدري. صح. زين يعني. سيد انت ماذون بامور اخرى غير القرايه تقرا على الناس ولا عندك شيء غلط؟ يعني تنسب مثل الوالد، الوالد كان ينسب ويقرا. نعم انسب واقرا كل شيء. يلا بعد شكل هذا حار انت حار اقول لك والله مو وقت الحراره ابرد بردناك بالسمين علي وعلى قولتك بحسين. انتوا على العموم بماذا اتفقتوا؟ ماذا اتفقتوا؟ اتفقنا على محبه الله والرسول صلى الله عليه وسلم هذا اتفقنا ان شاء الله. سيد لا تضرب شيش سيد كان ايامه اقول تركوها والدرباشه والكرك عليكم بذكر الله
اتبع سنة الله ورسوله. آمين. هذا لكل إنسان. صح. ولا فرق بين. أنت تجيز ب. لا بالتقوى. يلا شكرا مع السلامة. تشاو تشاو.